يا كابتن، كان في حادثة حصلت، خطف ابن حضرتك قبل ماتش ليك مهم. بالظبط. ايه الكواليس؟ هقول لك، ويمكن انت قلت لما انا اتفاجئت بالسؤال بتاعك. انا كنت في الماتش باللاعب الرجاء في اسكندريه، وجالي تليفون قبل الماتش ب5 دقائق، يعني قبل ما انزل وكنت بادئ الماتش. فحد قال لي ان ابنك اتخطف ومعانا ومش عارف ايه، قبل الماتش ب5 دقايق. يعني انا سمعت يعني هو جالي اتصال فعلا قبل الماتش ب5 دقايق، ده حرفيا. فطبعا انا كنت متوقع الخبر، لان انا حصل سرقه للعربيه بتاعتي قبلها باسبوعين او حاجه. فكنت متوقع ان هيحصل حاجه يعني، لكن ما كنتش متوقع انها توصل لابني يعني. لكن اتاكد الخبر فعلا، ان اتصلت يعني اتاكد ان انا ابني فعلا مخطوف يعني. فاللعيبه لاحظت عليا، وكابتن محمد يوسف قال لي في ايه؟ اضطريت اقول له يعني، لان انا كان باين عليا الانهيار يعني. فقال لي خلاص، طب ما تبداش وسافر ومش عارف. قلت له بص يا كابتن، انا هلعب الماتش يعني، في الحالتين هلعب بطل الماتش. يا كابتن. لا لا، دي حقيقه، ده حصل يعني. لان انا عارف يعني، انا عارف الاحداث قبلها، عارف ان هيحصل حاجه في كواليس. لكن كان صعب عليا برضو يعني، مش سهل على اي لعيب ان هو يلعب وابنه مخطوف. لكن انا كنت بادئ خلاص، والماتش هيبدا، وما كانش ماتش مهم قوي يعني، او يعني مش نهائي ولا حاجه. لكن انا خلاص، انا دلوقتي في شغل او في موجود ان انا في التشكيل، فما كنتش عايز اعمل للموضوع كمان اوسع في الموضوع، عشان عن الماتش واللعيبه تخرج بره التركيز. ولعبت وجبت جون يعني، حتى ربنا بطل والله يا جابنا كابتن. جون.